أنسى. هل الموسيقى ممكن تعوضك عن هالإنسان؟ لا، ما في شيء يعوض عن شيء. الموسيقى جزء لا يتجزأ. أنا لما أقول موسيقى، لأنه إحنا أعتقد من أسباب تخلفنا وتأخرنا هو عدم اهتمام بالموسيقى. وكل ولو تلاحظ في التاريخ العربي، عندما نهتم في مرحلة معينة من الموسيقى، تجد أن الأمة كلها فعلا ناهضة. عندما تبدأ الموسيقى في أعلى درجة، في أسفل درجات، يتحولون إلى شعوب تسير كالأغنام. فلا من الشعوب التي تسير؟ أتكلم أي شعب في الدنيا ما يهتم بالموسيقى مثل الأغنام. واللي تحرم الموسيقى؟ اللي تحرم الموسيقى طبعا مش أغنام، هذا لآخر مراحل الحيوان في الحيوانات.